شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا ننتقل إلى المحور الثالث في استوديو المنتصف لهذه الحلقة، نتحدث أيضا عن الاختطافات، ما زالت مستمرة. اختطفت الميليشيات عددا من السكان خلال حملة دهم استهدفت عدة أحياء في مدينة الحديدة غرب اليمن بحجة رفض أهالي لوجود الميليشيات. ونقلت الميليشيا أن المختطفين نقلتهم إلى سجن القلعة وأيضا في باجر في أطراف محافظة الحديدة. كما اختطفت ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية أمس أو قبل يوم الخميس 15 مواطنا من أبناء مديرية النادرة في إحدى نطاقهم المسلحة بالمديرية شرق محافظة إب، كما أفاد بذلك مصدر محلي. أيضا مراسل يمن شباب أكد أن ميليشيا الحوثي وصالح اختطفت 15 عامل من أبناء مديرية النادرة في نقطة الصوبة دمت وهم في طريقهم للعمل بمحافظة مأرب. إذا ما زالت الاختطافات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي للسكان في جميع المحافظات في إب وفي صنعاء وفي أيضا الحديدة. للحديث حول هذا الموضوع، موضوع الاختطافات، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مطهر البذيجي وهو المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. نرحب بك سيد مطهر. مرحبا، أهلا وسهلا. يعني بداية، يعني هناك اختطافات مسعورة في جميع المحافظات من قبل الميليشيا، هل لديكم أستاذ مطهر يعني إحصاءات بعدد هؤلاء المختطفين من قبل الميليشيا؟ شكرا جزيلا. تمارس الميليشيا الحوثي صالح عدد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ضد المدنيين في اليمن، وخاصة ومن ضمنها وأخطرها الاختطافات والاعتقالات. بحسب الإحصائيات التي رصدها الفريق الميداني التابع للتحالف، بلغ عدد المختطفين خلال العام المنصرم 2016 عدد 5092 مختطف، منهم عدد 4954 رجل، 20 امرأة، وعدد 118 طفل. ونلاحظ أن هذا العدد قل نسبيا. رصدنا خلال العام 2015 قرابة عدد 9970 مختطف من كل الفئات. نستطيع القول أن خلال الفترة التي استولت عليها الميليشيات إجمالا بلغ عدد المختطفين قرابة 16000 معتقل، وهنا نرى العدد المهول، وهذا يدل على حالة التخبط التي وصلت بها الميليشيا وحالة الإدمان. لم تسلم أسرة من الأسر اليمنية إلا من عملية الاختطافات. صحيح، يعني تكاد تكون كل أسرة في جميع المحافظات يعني تعرضت للاختطاف والإخفاء القسري. يعني ذكرت من خلال الإحصائية اللي ذكرتها أستاذ مطهر عن أيضا يعني اعتقال 20 امرأة، يعني حتى الاعتقال يعني إطالة النساء. فعلا هذا سابقة خطيرة بحسب الأعراف والتقاليد بالنسبة لليمن. لم تتورع الميليشيا حتى عن اختطاف النساء. ودعيني في هذه النقطة أفصل لك. يعني مثلا بلغ عدد النساء المختطفات في المحافظات، محافظة صنعاء 3 نسوة، البيضاء 2، إب 2، وتأتي في المقدمة الحديدة بعدد 7 نسوة. عدد النساء المختطفات خلال العام المنصرم بلغ 20. يعني خارج للعرف والعادات والتقاليد والإسلام. طيب هذه الاعتقالات التي طالت النساء، يعني ما هي تهمتهن؟ يعني أولا فقط قاموا فقط باعتقالهم من غير أي مسوغ قانوني؟ فعلا كل الاعتقالات تمت بدون أي مسوغ قانوني وخارج إطار العرف والتقاليد والقانون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، دعيني أفصل لك بس في نقطة من النقاط الأساسية. بلغت عدد النقاط الخاضعة للميليشيات في عموم المحافظات المسيطرة أو التي تقع تحت سيطرة الميليشيات عدد 155 نقطة. من هنا تأتي في بداية الانتهاكات اللي هي تتم عبر التفتيش واختيار الأسر والأشخاص. اثنين، تأتي النقطة الثانية التي تتم من خلالها الاختطافات والاعتقالات هي مداهمة المساكن وانتهاك حرمة المساكن داخل البلد أو داخل المدن التي تسيطر عليها. ثالثا، عبر النزول لمواقع الأعمال الخاصة بالنوادي والمنظمات والأحزاب إلى غيره من المكونات.
نعم، يعني على ذكر طبعا الاختطافات وأيضا الاعتقالات والاختطاف القسري، يعني دائما طبعا أمهات المختطفين دائما هناك وقفات احتجاجية، ويذكر طبعا عن يعني صمت المنظمات الحقوقية تجاه هذا الموضوع. هل هناك خطوات تقومون بها حتى لتحسين ظروف الاعتقال داخل المعتقل، لأنه هناك أيضا تعذيب، فبالتالي هل هناك تحركات في هذا الجانب أنه حتى نحسن ظروف الاعتقال داخل هذه المعتقلات، معتقلات الميليشيا؟ شكرا، هذه نقطة مهمة. دعيني في البداية أن نوضح جهود المجتمع المدني. في عدد من المنظمات، في مقدمة هذه المنظمات هو تكتل أمهات المختطفين، يقوموا بعمل يشكروا عليه، نظموا عدد من الاحتجاجات والوقفات والاعتصامات داخل العاصمة صنعاء وأمام المؤسسات التابعة للميليشيات وأمام مبنى الجهات القضائية والأمم المتحدة. النقطة الثانية، قضية المختطفين يجب أن تبذل بها جهود المجتمع بشكل عام. يجب الحكومة الشرعية والحكومة اليمنية أن تقوم بدورها في هذا الجانب، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. يجب أن تتضافر هذه الجهود لحل هذه القضية الكبيرة. أعتقد أو نحن نعتقد بالمجتمع المدني أن قضية الاختطافات قضية كبيرة خارج إطار جهود ومنظمات. الخطوة الأولى نحن بالمجتمع اليمني، يجب الخطوة الأولى التي نؤمن بها هي الرصد والتوثيق وتوثيق كافة هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للقضاء. هذه الخطوة التي نعمل عليها. اثنين، رفع هذه الحالات والانتهاكات للمحافل الدولية والمؤسسات المعنية الدولية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. نعم. النقطة الثالثة، الحكومة الشرعية معنية ببذل جهود في هذا الملف، وخصوصا جهود وخصوصا فيما يتعلق بالمختطفين. دعيني أفصل لك إذا سمحت لي الفئات المعتقلة. يعني نحن نتكلم الآن طب قبل ما ننتقل للفئات المعتقلة أستاذ حمود، يعني عفوا أستاذ مطهر، يعني كما ذكرت يعني هناك ثلاث يعني نقاط أو ثلاث مراحل، رصد وتوثيق ورفع هذه الحالات وأيضا الدور الأخير للحكومة. طب أين وصلتم؟ يعني إحنا الآن أين نحن من هذه المراحل؟ يعني باعتقادي أن الرصد والتوثيق عدينا هذه المرحلة، هل الآن تقوم يعني هذه التقارير يتم رفعها إلى المنظمات الدولية كما ذكرت أو ماذا؟ أنا سأتكلم عن التحالف اليمني. نعم. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال العامين المنصرمين شاركنا في 5 فعاليات مهمة خاصة بمجلس حقوق الإنسان. أصدرنا 9 تقارير متخصصة، منها تقريرين خاصين عن الاعتقال والاختطاف. قدمنا كل هذه المعلومات موثقة بسجلات وشهادة الشهود والبيانات الخاصة بالرصد للمقررين الخواص ذات ذوي الصلة التابعين للأمم المتحدة، وقدمناها كما للمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس واتش وغيرها. طب مدى التجاوب أستاذ مطهر؟ هل هناك تجاوب؟ نعم، بالذات من المقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة تعاونوا بشكل دائم، نتواصل بكافة، نمدهم بكافة المعلومات المحدثة وسجلات شهادة الشهود، شهادة الأقرباء وذوي المعتقلين. نعم. بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالرصد والتوثيق. هذه مهمتنا نحن في المجتمع المدني. المهمة الأخرى، إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء والتفاوض وإخراجها. هذه نعم. مهمة الدولة. مهمة الدولة. وأنا يعني دعني هنا يعني أنتهي عند مهمة الدولة، وإن شاء الله يعني يأخذ هذا الملف بعين الاعتبار لأنه ملف إنساني. شكرا جزيلا لك أستاذ مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني رصد انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو المنتصف. ألقاكم على خير، مع السلامة.